وذكر حجاج وراء النهر خبر توقف الأمير قتيبة بن مسلم عن الغزو. في بداية هذه السنة بعث الحجاج جيشا من العراق مددا للأمير قتيبة بن مسلم الباهلي، فاستمر في فتوحاته في بلاد وراء النهر. فلما كان بالشاش أتاه خبر موت الحجاج فغمه ذلك وتفرق الناس، فأتاه كتاب الخليفة الوليد بن عبد الملك يحثه على الاستمرار في فتوحاته.